ده البراكتيكال بتاع الانزيم، عمل الانزيم. اول حاجة هنتكلم عن الدم، البلد. البلد ده جسم الانسان بيتكون من 5.6 لتر دم. الدم ده بيضخ بواسطة الهارت، القلب، ومن خلال الشرايين والفينس، الأوردة، والكابيلاريز، الشعيرات الدموية. يبقى الدم بيضخ بواسطة القلب من خلال الأتريس والفينس والكابيلاريز، الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. لون الدم ده بيبقى أحمر، لكن لون البلازما والسيرم بيبقى لونهم أصفر. البلد بيتكون من إيه؟ من سيلز وبلازما. السيلز دي بقى هي إيه؟ هي 4 حاجات: ريد بلاد سيلز، RBCs ده اختصارها، اللي هي كرات الدم الحمراء، وبيتكون من الوايت بلاد سيلز، الوايت بي سيز اللي هي كرات الدم البيضاء، وبيتكون من البليتلت اللي هي الصفائح، ومن البلازما. كرات الدم الحمراء دي فيها الهيموجلوبين اللي هو بايند الاكسجين، اللي هو بيوصل الاكسجين، وبيشيل الكربون دي اكسيد، بيشيل ثاني اكسيد الكربون من والى اجزاء الجسم، انسجة الجسم. الوايت بي سيز دي ايه وظيفتها؟ بتحارب العدوى. اي عدوى تيجي، لو عندك اي عدوى في جسمك، لو عملت تحليل السي بي سي اللي هو صورة الدم، هتلاقي ان الوايت بي سيز عالية. لو مثلا في صديد في الجسم، مثلا حد عامل عملية ومطرح الخياطة حصل صديد، فلو عمل تحليل السي بي سي هيلاقي الوايت بي سيز دي عالي، عشان هي قاعدة بتفرز وبتحارب في الصديد ده، بتحارب في الانفكشن، في العدوى اللي حصلت دي. البليتلت دي بتعمل ايه وظيفتها؟ ان هي بتكون الجلطات لما يحصل جرح. لو حصل جرح في الايد، بتلاقوا ان الدم نزل شوية بعدين اتجلط، يبقى البليتلت هيلب ذا بلاد تو كلوت اف يو جيت ا وند فور، يعني بتساعد في ان هي تعمل جلطة تو كلوت لو انت جيت وند اتجرحت. البلازما دي بتحتوي على سولز وبروتينز، املاح وبروتين. البلازما دي كلها ووتر. البلازما بتتكون من ووتر وبروتين وديزولفد سابستانس، مواد مذابة. والكالر بتاع البلازما بيبقى لونه أصفر. ازاي بقى هنحضر البلازما في المعمل؟ أول حاجة احنا بنسحب الدم من المريض. احنا قلنا ان الدم بيتكون من بلازما ومن حاجات تانية ومن سيلز. ازاي بقى هنسحب البلازما؟ احنا عندنا أنابيب بتبقى ملونة في المعمل، كل أنبوبة بيبقى جواها أنتي كوأجلانت، يعني مضاد للتجلط، وفي الأنبوبة الحمراء بس اللي هي أنبوبة السيرم ما بيبقاش فيها أنتي كوأجلانت، ما بيبقاش فيها حاجة تجلط الدم، عشان احنا أصلا عايزين الدم اللي فيها يتجلط. لكن لو هنسحب بلازما، بنبقى مش عايزين الدم يتجلط عشان ناخد البلازما. فبنختار أول حاجة هنسحب الدم، وهنختار الأنبوبة بتاعتنا، هنختار التيوب هيكون فيها أنتي كوأجلانت زي الهيبرين، زي الأوكزاليت، زي الإيثيلين، زي الإيديتا. وبعدين بنقلبها بالراحة خالص عشان ما نكسرش الدم. وبعدين بنعمل سنترفيوج، وبعدين هنعمل سنترفيوج للعينة، يعني هنحطها في السنترفيوج وندورها عشان نفصل البلازما، تبقى فوق في السوبر نيتنت، وكل السيلز بتاعت الدم هتترسب تحت، مش عايزينها، ناخد البلازما بتاعتنا بس. بس كده حضرنا البلازما. البلازما دي بتتحفظ في درجة حرارة كام؟ من 2 لـ8 درجة، من عشان بنحفظها في الفريزر لو احتاجناها مرة تانية، طلب تحاليل زيادة، او حبينا نتأكد من النتيجة والحبة اللي معانا خلصوا، فبنحفظ نص الكمية في الفريزر وبناخد كمية على قدنا نشتغل بيها.
ودي فيها اديتال اللي هي بتاعة تحليل السي بي سي صورة الدم، ودي برضو فيها انتي كواجيلانت، فيها صوديوم ستريت بتاع تحاليل السيولة اللي هي اهي صوديوم ستريت، وهتلاقوا اهو منقط بتاع تحاليل السيولة اللي هي بي تي والبي تي تي بس. فهو ده ازاي تحضير البلازما. تحضير بقى السيرم، بنسحب عينة من الدم، بنسحب عينة من البيشنت. هنا في تحضير البلازما وبيقول بنفصلها بسرعة معينة، السرعة بتبقى وقت كتير حوالي ربع ساعة وقليلة عشان التحليل يطلع مظبوط. وكمان السي بي سي دي ما بنفصلهاش، السي بي سي دي بعد ما بنسحب الدم بنقلبها كده كويس بالراحة وبندخلها في جهاز السي بي سي على طول، بياخد هو نقطة ويعد بقى، بيعد الار بي سيز والوايت بي سيز وبقية الحاجات، بقية المكونات صورة الدم، فدي ما بتتفصلش. لكن البلازما بتاعت الصوديوم ستريت بيتفصل، وبناخد البلازما نعمل تحاليل السيولة بي تي والبي تي تي، والسكر برضو اللي هو سكر سايم وفاطر او عشوائي راندوم بلاد شوجر، بناخد الدم بنسحبه هنا وبنفصله، ناخد البلازما ونعمل بيها التحاليل بتاعتنا. تحضير بقى السيرم، احنا بناخد العينة بنسحبها من البيشنت من المريض على أنبوبة لونها أحمر. الأنبوبة اللي لونها أحمر دي تقريبا بنعمل بيها كل تحليلات الكيمياء أو تحاليل الإنزيمات كلها، بتبقى في الأنبوبة الحمراء. الإنزيمات والهرمونات وكل الكيمياء بتبقى في الأنبوبة الحمراء دي، ما فيهاش أي منع للتجارب، ما فيهاش أي أنتي كواجيلانت، فاضية ما فيهاش أي حاجة، ممكن تسحبها في أي تيوب. احنا عايزين اصلا الدم يتجلط، فالانبوبه فاضيه ما فيهاش اي موانع للتجلط، فاحنا بنسحبها ونركنها كده على جنب بعد ما نسحب العينه ونفضيها هنا، طبعا ما ندوسش على السرنجه عشان الدم ما يتكسرش، بنسيبها على جنب لمده من 20 ل 30 دقيقه عشان تكون الجلطه، فور كلوت فورميشن. اول ما نلاقي الدم اتجلط بقى جلطة كده، هنروح حاطينه في السنترفيوج وندوره على سرعة 3000 RPM عشان يتفصل، وناخد بقى السيرم اللي طالع نعمل بيه تحاليل الكيمياء بتاعتنا، نسحبه بالبايبت ونعمل بيه التحاليل. او ممكن نخزنه، لو احنا في المعامل بناخد جزء من السيرم ونشيل جزء تاني، ممكن المريض يحتاج يعمل تحاليل تاني بدل ما نسحب له تاني، او النتيجة يطلع غلط وعايزين نتأكد منها، فلازم نشيل جزء من السيرم في الفريزر او جزء من البلازما، بنحفظه في درجة حرارة من 2 ل 8، مش 20، هو كاتب 20 ل 80، لا هو تلاقيه قصده عايز يعمل اللي هي الدرجة. ايه الفرق بقى بين البلازما وبين السيرم؟ البلازما بيبقى دم مفهوش مانع تجلط، او دم مش متجلط يعني. السيرم بيبقى الدم كأجليتد بلاد، دم متجلط. في السيرم بلازما انتي كأجليتد بلاد، دم مش متجلط. في البلازما بنحتاج انتي كأجلنت، وفي السيرم ما بنحتاجش انتي كأجلنت، ما بنحتاجش مانع التجلط، التيوب ما بيبقاش فيها حاجة، بتبقى فاضية، لكن البلازما لازم التيوب يبقى فيها انتي كأجلنت. في البلازما بيبقى موجود في العينة فايبرونوجين، ده بيبقى بروتين يتحول للفايبرين، لكن السيرم ما بيبقاش موجود. في البلازما احنا ممكن اول ما نسحب العينة في الستريت مثلا اللي هي بنعمل بيها تحليل البي تي السيولة، قبل ما حد يدخل عملية بيطلبوا منه تحليل سيولة، اول ما نسحب العينة هنحطها في السنتريفيوج تتفصل على طول، وناخد البلازما اللي طلعت فوق الاصفر نطلع فوق ونعمل بيه التحليل. لكن في السيرم ما لازم نسيبها شوية تتجلط الأول، نسيبها شوية كده على جنب تتجلط، وبعدين نحطها في السنترفيوج تتفصل، تفصل لنا
السيلز بتاعت البلاد تحت، وبتخلي لنا السيرم فوق اللي هو برضه لونه اصفر، بناخده نعمل بيه تحية. فدي بتاخد لونجر تايم، وقت طويل. ايه بقى الحاجات اللي احنا محتاجينها في الدم، في سحب العينة؟ بنحتاج جلافز، وبنحتاج تورنيكيت. تورنيكيت ده اللي هو بنربطه على الدراع بتاع المريض من فوق عشان يظهر لنا الفين الوريد. وبنحتاج سرنجة، وبنحتاج التيوبس على حسب التحاليل المطلوبة بقى، كل تيوب على حسب التحليل هو مطلوب منه ايه. والكحول سوير اللي هو مسحة كحولية يعني بنمسح بيها قبل ما ندخل بالسن، وكوتون. ودكتور ايه ده بلاستر بنحطه بعد القطنة، ما بندوس عليه عشان نقفل الفين، نحط البلاستر بقى. ايه الغلطات اللي ممكن نعملها واحنا بنسحب العينة؟ ممكن نلاقي صعوبة في ان احنا نسحب عينة الدم. لو لقينا صعوبة وخدنا كمية صغيرة، فممكن نلاقي الدم متكسر. لو لقينا صعوبة يعني واحنا بنسحب، سحبنا نقطة وبعدين نقطة، او السرنجة حودت منك فهتسحب نقطة وبعدين ترجع تاني تدخل تاني تطلع وانت جوه الجلد، فده هيخلي العينة فيها غلط، فيها هيمولوسيس تكسير. ده هيأثر لنا لو مطلوب منه تحليل بوتاسيوم او سي بي سي، النتيجة هتطلع غلط خالص. فما ينفعش نخرج ونرمي السرنجة ونحط سرنجة تانية وندخل صح عشان نسحب عينة صح. تاني حاجة برولونجد، ده يعني احنا ربطنا وقت طويل، فده برضو بيأثر لنا على تحقيق ان احنا ما ينفعش نفضل رابطين التورنيكيت وندخل نسحب الدم احنا رابطين مدة طويلة. لازم نفكه بعد شوية، يعني اول ما دخلنا السن ولقينا دم نفك بقى التورنيكيت عشان ما يأثر لناش على تحاليل الكالسيوم والثايروكسين، وبرضو الفوسفورس بيأثر على التحاليل دي ويدينا نتيجة غلط. ما ينفعش نفضل رابطين التورنيكيه مده طويله. وان العينه تبقى غير مش مكفيه، لو خدنا عينه صغيره مثلا سنتي ولا حاجه تحت كده وهو مطلوب له تحاليل كتير، ده هيدينا حبه سيرم قد ايه؟ هيدينا حبه سيرم صغيره جدا. لو مطلوب له كيميا كتير او انزيمات كتير، مطلوب له كدني وليفر وحاجات كده، مش هتقضي، فمش هينفع. او ان احنا incorrect container، هو مثلا مطلوب له تحليل بي تي، تحليل بي تي بيتعمل في التيوب الزرقاء اللي هي فيها صوديوم سيتريت، رحنا احنا سحبناه في الايديتا، مش هينفع، مش هنعرف نعمل التحليل، هيدينا برضو نتيجة غلط. او لو مطلوب له سي بي سي وسحبناها على السيتريت او سحبناها على الفلورايد، برضو هتدي نتيجة غلط. او سحبناها على السيرم كده، مش نعرف نعمل اصلا تحليل السي بي سي اللي هو صورة الدم. انزيمات بقى، او الانزيم اللي هو الامينو ترانسفيريز اللي هو الاي اس تي. الاي اس تي ده اختصار لامينو ترانسفيريز او ترانسو امينيز. ده الاي اس تي اختصار الاسبارتيت امينو ترانسفيريز. الاي اس تي ده اللي هو جي او تي، عشان ما نتلخبطش احنا عارفين الاي ال تي هو الجي بي تي والاي اس تي هو الجي او تي. ازاي بقى ما نتلخبطش بينهم؟ بصوا الاس هنا مدوره والام مدوره، لكن الجي بي تي بي طويله والاي ال تي ال طويله، ف ال بي اي. الجي بي تي هي هو الاي ال تي، الاي اس تي هو الجي او تي. الاي اس تي بقى ده اختصار ايه؟ اختصار الاسبارتيت امينو ترانسفيريز اللي هو الجي او تي. الجي او تي ده اختصار ايه؟ اختصار الجلوتاميت اوكسالو اسيتيت ترانسمينيز. المعادلة بتاعته بقى ازاي؟ بيبقى معانا سواء ال AST او ال ALT، بيبقى معانا امينو اسيد وكيتو اسيد،
وبيحصل تبادل بين الامينو جروبس. يعني اهي هيبقى معنا اسبرتيت والفا كيتو جلوتاريت، ده الاستراكشر بتاع الاسبرتيت في سي اتش ان اتش 2، وده الاستراكشر بتاع الالفا كيتو جلوتاريت في سي دبل بوند او. هيحصل تبادل بينهم، السي دبل بوند او هتيجي هنا والسي اتش ان اتش 2 هتيجي هنا اهي، سي اتش اهي السي دبل بوند او اتشالت وجه مكانها سي اتش ان اتش 2. فهيدينا في وجود الاي اس تي هيدينا اوكزالو اسيتات وجلوتاميت. يعني مش هي دكتورة بسنت قالت مش مهم نحفظ الاستراكشر، فاحنا هتبقى كده على طول الفا كيتو جلوتاريت مع الاسبرتيت في وجود الاي اس تي هيدينا جلوتاميت اوكزالو اسيتات. هي سهلة مش صعبة، كيتو جلوتاريت مع الاسبرتيت هيدينا جلوتاميت واوكسالو اسيتات في وجود ايه؟ الانزيم بتاعنا ده اللي احنا نشتغل عليه اللي هو اي اس تي، اللي هو اختصار ايه؟ اختصار الاسبرتيت امينو ترانسفيريز، اللي هو الجي او تي، اللي هي ايه الجي او تي دي؟ جلوتاميت اوكسالو اسيتات ترانس امينيز. فالمعادلة هتبقى الكيتو الفا كيتو جلوتاريت مع الاسبرتيت، مش ده ايه اس تي اللي هو اسبرتيت، اسمه اسبرتيت ايه؟ اسمه اسبرتيت امينو ترانسفيريز. يبقى هناخد الاسبرتيت مع الكيتو جلوتاريت هيدينا جلوتاميت واوكسالو اسيتات اللي هو اختصار الجي او تي، اوكسالو اسيتات جلوتاميت اوكسالو اسيتات، يبقى هيدينا جلوتاميت مع اوكسالو اسيتات. بعدين الاوكسالو اسيتات ده هيعمل هنضيف عليه ال NDH مع H بلس في وجود ال MDH هيدينا مالتيت و ND بلس. سهلة اهي المعادلة، الفا كيتو جلوتاريت مع الاسبرتيت في وجود ال AST هيدينا جلوتاميت واوكسالو اسيتات. الاوكسالو اسيتات مع ال NADH مع زائد ال H بلس هيدينا المالتيت والناد بلس في وجود ال MDH. ال AST ده بقى بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الهارت والليفر والمسل. ال AST موجود في الهارت والليفر والمسل. يعني شايفين اول حاجة ال AST هارت، يبقى ال AST ده لما بيعلى يبقى اكيد هيأثر لنا على الهارت اهو. ده لما بنلاقيه عالي بنلاقي ان في هارت بيبقى في دامج في الهارت ماسل في عضلات القلب، دامج يعني ضرر او في مشاكل في عضلات القلب، او في الام اي اللي هو الذبحة الصدرية. وممكن يبقى لو هو عالي مع الاي ال تي ده بتاع ليفر اكتر، هيبقى ليفر دامج. يبقى دلوقتي احنا في الاي اس تي ده بتاع الهارت والليفر والمسل، لو بيبقى متخصص اكتر في الهارت، لو لقيناه عالي بيبقى فيه دامج في الهارت مسل او مايوكارديال انفراكشن يعني الذبحة الصدرية. وقلنا المعادلة بتاعته بس الريجنت ده ما بنحفظهوش، اللي هو مكونات ريجنت 1 وريجنت 2 ده ما بنحفظهوش. طيب الكو انزيم ده، الكو انزيم اللي في الريجنت الفا كيتو جلوتاريت اللي هو في المعادلة، الالفا كيتو جلوتاريت في اول معادلة والناد اتش اللي في تاني معادلة، ده الكو انزيم بتاع الاي اس تي. ده الكو انزيم بتاع ال AST الفا كيتو جلوتاريت والنيد اتش، ده الكو انزيم بتاع ال AST. وبنحفظ النورمال بتاع 37 درجة من 8 اصغر من 38 ده في الميل، واصغر من 31 ده في الفيميل. الميل على طول اكبر من الفيميل في كل النورمالات اللي جاية، بس ما بنحفظش المعادلة دي. فكده اول حاجة ال AST سهل ان شاء الله، والمعادله بتاعته كمان سهله، كيتو جلوتاريت الفا كيتو جلوتاريت مع الاسبرتيت اللي هو الاي اس في وجود الاي اس تي هيدينا جلوتاميت واوكسالو اسيتات.
هناخد الأوكسالو أسيتيت ده نحط عليه تاني كو إنزيم اللي هو الناد اتش، هي في وجود الام دي اتش هيدينا مالتيت وناد بلس، ماشي. يبقى دول الاتنين دول الكو إنزيم بتاع الاي اس تي في الريجنت الفا كيتو جلوتاريت وناد اتش، ده الكو إنزيم بتاع الاي اس تي. الاي ال تي بقى، الاي ال تي ده اختصار على 9 امينو ترانسفيريز. قلنا الاي ال تي اللي هي طويله هي الجي بي تي، بيبقى هي طويله اي ال تي هو الجي بي تي. الاي ال تي ده ايه؟ على 9 امينو ترانسفيريز، والجي بي تي ده ايه؟ الجي بي تي ده جلوتاميت بايروفيت ترانس امينيز. يبقى في المعادلة عرفنا هيبقى على 9، وهي فين المعادلة؟ الفا كيتو جلوتاريت وعلى 9، ماشي. يبقى الفا كيتو جلوتاريت وعلى 9 في وجود الاي ال تي هيدينا جلوتاميت وبايروفيت زي التاني. هناخد البايروفيت، البايروفيت مع الناد اتش اتش بلس في وجود ال ال دي اتش. ال اس تي كان في وجود ايه؟ كان في وجود الام دي اتش، هنغير ال ال الام هتبقى ال في ال ال تي ال دي اتش، ال تي يبقى ال دي اتش في 2 ال، هيدينا لاكتيت مع الناد بلس. ال اس تي الفا كيتو جلوتاريت مع الاسبارتيت ادانا جلوتاميت واكزالو اسيتيت اللي هو في الجي او تي اوكسالو اسيتات. الاوكسالو اسيتات خدناها مع الناد اتش ده في الاي اس تي في وجود الام دي اتش اديت لنا مالتيت وناد بلس، لكن في الاي ال تي جلوتاميت والبايروفيت اللي هو بتاع الجي بي تي. جي بي تي قلنا اختصارها جلوتاميت بايروفيت ترانس امينيز. يبقى المعادله الفا كيتو جلوتاريت ده ثابت عندنا في الاي ال تي والاي اس تي. الاي اس تي قلنا اسبارتيت، لكن الاي ال تي الاناين. الفا كيتو جلوتاريت بلس الالاناين في وجود الاي ال تي هيدينا جلوتاميت وبايروفيت. هناخد البايروفيت ونعمله مع الكو انزيم التاني اللي هو الناد اتش زائد الاتش بلس في وجود ال دي اتش. اي ال تي يبقى ال دي اتش في وجود ال ال دي اتش هيدينا لاكتيت والناد بلس. سهله سهله ان شاء الله. هنيجي بقى ال ال تي ده بتاع ايه؟ بتاع الكدني والهارت والسكيليتال ماسل، الكلى والقلب والعضلات السكيليتال والليفر تيشو. ده متخصص اكتر في الليفر تيشو، فهو لما بيعلى مع ال اي اس تي يبقى في ليفر دامج، يبقى في مشاكل في الليفر او في ليفر ديزيز لما بيعلى، ماشي. وده بيبقى مؤشر للليفر ديزيز والهباتو توكسيك دراجز. هباتو توكسيك دراجز ده مؤشر ليهم اللي هو الاي ال تي، لما بيبقى عالي بيبقى ليفر ديزيز، ماشي. اهو الاي ال تي ده موجود في السيتوبلازم، لكن السي ال الاي اس تي موجود في الميتوكوندريا. الاي ال تي في السيتوبلازم، الاي اس تي في الميتوكوندريا. الاي ال تي في السيتوبلازم، الاي اس تي في الميتوكوندريا بتاعت الليفر، والاي ال تي موجود في السيتوبلازم بتاع الليفر. لو في بقى، لو في اي دامج في الليفر في الخلايا الكبد في الليفر سيل دامج، لو في اي دامج في الليفر سيل هنلاقي ان الاي ال تي ده بيترسب او بيفرز في البلاد ستريم بتاع الجسم، هنلاقيه خرج وراح في الدم بتاع جسمنا. فبالتالي هنلاقي لما نسحب دم وناخد السيرم هنلاقي ان ال A ال T عالي في السيرم. سيرم اللي هي اختصار S، يعني هيجي S A ال T عالي، يبقى ده في ليفر سيل دامج على طول. ال A S T لما لو في سيل دامج ما بيخرجش،
ما بيخرجش في البلاد ستريم، مش هيظهر معانا أوي. فالمؤشر معانا للليفر هو الاي ال تي، ان هو يبقى عالي، عشان الاي اس تي موجود في الميتوكوندريا، والاي ال تي ده موجود في السيتوبلازم بتاع الليفر بتاع الكبد. الكو انزيم بتاع الاي ال تي الكي الفا كيتو جلوتاريت والان ناد اتش، الفا كيتو جلوتاريت والناد اتش. الاي ال تي كان برضو الفا كيتو جلوتاريك والناد اتش، ماشي. فالكو انزيم بتاعهم واحد، اللي هما بنلاقيهم في المعادلات الفا كيتو جلوتاريك والناد اتش، نكتبهم اول حاجة. واحنا عارفين الاي اس تي اسبرتيت، يبقى هنكتبها بلس اسبرتيت. عارفين الاي ال تي الاناين، يبقى هنكتبها بلس الاناين. وبعدين اللي بيطلع معانا البيروفيت بنروح حاطينه على الناد اتش، ماشي. ادينا لاكتيت وناد بلس، الفا كيتو جلوتاريت مع الالانين هيدينا جلوتاميت وبيروفيت. هناخد البيروفيت مع التاني كونزيم اللي هو الناد اتش زائد الاتش بلس، في وجود ال ال دي اتش هيدينا لاكتيت وناد بلس. النورمال بتاعه 49 لـ44، 49 قصدي في الميل و44 في الفيميل. على طول الميل اكبر، 49 44. يعني ايه 49؟ يعني up to 49 ده النورمال، يعني اصغر من 49 لغاية 49. اي رقم يطلع عليها لغاية 49 فده يبقى نورمال، لو اعلى من 49 يبقى ده عالي. هاي في الدم ال ALT كان لغاية 38 في الميل، 31 في الفيميل. بعد كده هنيجي لل ALB. ال ALB ده اختصار الكالاين فوسفاتيز او الكالاين فوسفو مونو استريز، او اختصار جليسرو فوسفاتيز او فوسفو مونو استريز. ده اختصارات ال ALB او الالكالاين فوسفاتيز. طيب ال ALB ده ايه؟ ده انزيم، وهو ال ALB ده اختصار ايه؟ الكالاين فوسفاتيز. طالما فوسفاتيز يبقى هيشيل ايه؟ يبقى هيشيل فوسفات. يبقى المعادلة بتاعته، احنا قلنا ال ALB ده برضو ليه اسم تاني فوسفو مونو استريز، يبقى المعادلة بتاعته هتبقى الفوسفات مونو استر بلس ال H2O. احنا في وجود ايه؟ في وجود ال ALB. ال ALB ده ايه؟ الكالاين فوسفاتيز، يعني هيشيل لنا فوسفات. يبقى هنطلع في الناتج فوسفات مع الكحول، يبقى فوسفات مونو استر بلس ال H2O في وجود ال ALB هيطلع لنا فوسفات والكحول في وجود ال ALB، وفي وجود الكو فاكتورز اللي هما مغنيسيوم وزنك. دول كو فاكتور هيبقوا موجودين مع ال الكالاين فوسفاتيز عشان يطلعوا لنا الفوسفات والالكحول. يبقى المعادله تاني فوسفات مونو استر بلس ال H2O هتطلع لنا الكحول وفوسفات في وجود ايه؟ في وجود ال ALB والكو فاكتور مغنيسيوم وزنك Mg وزد ان. ال ALB ده موجود في كل الجسم، بس بيبقى بنعمل بيه تحليل عشان نبين الليفر والبايل داكت اللي هي القناة الصفراء والكيدني الكلى والبون والبلاسينتا العظم والمشيمة. بس هو كده كده ال ALB بيبقى عالي في حالتين، في حالات الأطفال الشيلدرن، عشان الشيلدرن دول بيبنوا عظمهم لسه عظمهم بيتبني الأطفال، فهنلاقي ال ALB عالي، فده حاجة طبيعية لأنه طفل. فلو جالنا في الكيس ان في طفل والـ ALB بتاعه عالي عادي، ملناش دعوة عشان هو كده كده بيبقى عالي، فده مش هيدينا مؤشر انه عنده مرض ولا حاجة. وبيبقى عالي برضو في الـ pregnant woman، في الستات الحوامل، عشان هم بيبنوا اطفال جواهم، فكده كده بيبقى عالي فيهم. يبقى في الاطفال والستات الحوامل pregnant woman كده كده ال ALB بتاعهم عالي. الايزوزايم بقى بتاع ال ALB، في ALBI و ALBL و ALBB.
ايه ال بي اي انتستينال اللي هي الامعاء بتاع الامعاء، ده الايزو انزيم بتاع الامعاء ال اي ال بي اي، وال اي ال بي ال بتاع الليفر والبون والكدني، ال اي ال بي بي بتاع البلاسنتال اللي هي ايه المشيم. يبقى الايزو انزيم بتاع الالكالين فوسفاتيز ال اي ال بي ايزو انزيم، ال اي ال بي اي اي ال بي ال اي ال بي بي اي ال بي اي ال بي اي ال بي اي اي ال بي ال اي ال بي بي اي ال بي، ده الايزو انزيم بتاع الالكالين فوسفاتيز. طيب ال اي ال بي ده بقى لما بيزيد، لما بيبقى تركيزه عالي في البلد بيبقى عندنا احتمالين، يا اما في بون ديزيز، مش احنا قلنا ان هو مختص بالبون او متركز في البون في العظم، يا اما هباتو بيلاري ديزيز انه ايه في البايل داكت، يا اما في البون يا اما يا اما هيبقى بون ديزيز لو عالي لو ال ال بي عالي، يا اما هباتو بيلاري ديزيز، وده هنعرفه لما يكون مع انزيمات تانية عالية هنقدر نفرق اذا كان ده هباتو بيلاري ديزيز ولا بون ديزيز. ازاي بقى نعرف انها هباتو بيلاري ديزيز؟ لو ال اي ال بي ده عالي، لو جالنا ال اي ال بي ده عالي وال اي ال تي كمان عالي والاي اس تي عالي والجي جي تي عالي، لسه هنقول الجي جي تي، لو كل دول عاليين او جاب لنا كام واحد فيهم عاليين يبقى ده هيباتو بلاري ديزيز. لكن البون ديزيز بيبقى الاي ال بي عالي والاي ال تي واطي، البون ديزيز الاي ال بي بيبقى عالي والاي ال تي واطي، يعني الاي ال تي ده ملوش دعوة بالبون اصلا، صح؟ ال A L T ده بيبقى أكتر في الكدني والهارت والسكيليتال ماسل والليفر. ال A L B بقى قلنا لو عالي هيبقى عندنا احتمالين، يا إما هباتو بيلاري ديزيز يا إما بون ديزيز. لكن لو واطي، لو لو بلاد ليفل، ال A L B لو في البلاد، هيبقى عندنا كذا احتمال. بقى عندنا هايبوفوسفاتيزيا، أي حاجة هايبو، هايبو يعني قليل، يعني نسبة فوسفات قليلة، هايبوفوسفاتيزيا، أو لو في عندنا ست في سن اليأس بيبقى ال A اللي بيبتاعها واطي، أو مغنيسيوم ديفيشنسي يعني ناقص في المغنيسيوم، أو هايبوثايروديزم يعني واحد عنده كسور في الغدة الدرقية هيبقى ال A اللي بيبتاعه واطي، او انيميا جديدة سيفير انيميا البي الاي اللي بي بتاعها واطي. يبقى الاي اللي بي بيبقى واطي في حالات، يبقى الاي اللي بي بيبقى واطي في حالات الهايبوفوسفاتيزيا والبوست مينوبوزال وومن والماجنيسيوم ديفيشنسي والسيفير انيميا والهايبوثايروديزم. في معادلة تانية للاي اللي بي بنضيف ال A النيترو في نايل فوسفيت مع ال AMB، ال AMB ده اللي هو أمينو ميثايل بروبانول، بروبانول أمينو ميثايل بروبانول مع النيترو في نايل فوسفيت في وجود ال ALB هيدينا AMB فوسفات بلس الفور نيترو فينول، اهو نيترو فينول اتشالت لوحدها لوحدها، فور نيترو فينول بقت لوحدها والاي ام بي فوسفات بقوا مع بعض، يبقى المعادله طلعت فوسفات اي ام بي، اي ام بي فوسفات ونيترو فور نيترو فينول في وجود الاي ال بي. سهله سهله ان شاء الله. النورمال بقى، النورمال بتاعه بيبقى في الميل
لغاية 115 والفيميل لغاية 105. هي دكتورة بسنت قالت نحفظ المعادلات، فالمعادلات سهلة ان شاء الله. هقولها تاني، بتاع ال ALB، ال ALB فوسفات مونوإستر مع المية في وجود ال ALB والمغنيسيوم والزنك هيدينا الكحول وفوسفات. المعادلة التانية الفور نيتروفينايل فوسفيت مع ال AMB هيدينا دول مع بعض وده مع بعض، فور نيتروفينول مع AMB فوسفيت في وجود ال ALB. طيب احنا قلنا ال ALB ده اسمه ايه؟ اسمه الكالين فوسفاتيز، فوسفاتيز يعني بيشيل الفوسفيت. العملية دي بقى اسمها ايه؟ اللي هي removing of the phosphate او removing the phosphate group، دي اسمها دي فوسفو ريليشن، دي فوسفو ريليشن دي اللي هي removing the phosphate group. ماشي. طيب احنا قلنا ال تي ده موجود فين؟ في السيتوبلازم اوف ليفر، والاي اس تي موجود في الميتوكوندريا اوف ليفر. ال ALB ده موجود فين؟ موجود في all tissues throughout the entire body زي الليفر والبايل داكت والكدني والبون والبلاسينتا. هنيجي بقى للجي جي تي. الجي جي تي ده اللي هو اسمه او اختصار للجاما جلوتاميل ترانسفيريز. الجي جي تي ده اختصار جاما جلوتاميل ترانسفيريز. جي جي تي جاما جلوتاميل ترانسفيريز ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى متركز فين؟ بيبقى متركز في الهيباتوسايتس اند بايلاري ابيثيليال سيل، في خلايا الكبد والبايلاري ابيثيليال سيل، وموجود برضو في السيل ممبرين. موجود فين الجي جي تي؟ موجود في السيل ممبرين. الاي ال تي كان موجود فين؟ في السيتوبلازم بتاع الليفر، والاي ال تي كان موجود في السيتوبلازم بتاع الليفر، والاي اس تي كان موجود في الميتوكوندري اوف ليفر. الجي جي تي ده موجود في في السيل ميمبرين اوف ميني تيشو. سيل ميمبرين لكدني والبنكرياس و الجلبلادر اللي هي المرارة، والسبلين الطحال، والهارت القلب والبرين. يبقى الجي جي تي ده موجود في سيل ممبرين للكدني والبنكرياس والمرارة والطحال والهارت والبرين. سبلين وكدني بنكرياس جلبلادر سبلين هارت برين. السيل ممبرين بتاعهم موجود ايه؟ موجود الجي جي تي اللي هو اختصاره ايه؟ جاما جلوتاميل ترانسفيريز. طيب الجي جي تي ده لما يبقى عالي هيبقى هباتو بلاري ديزيز. هيبقى عالي مع الايه بقى عشان يدينا هباتو بلاري ديزيز؟ هيبقى عالي مع ايه؟ هيبقى عالي مع ال ALT والاس تي عشان يدينا هباتو بلاري ديزيز. طيب المعادله بقى بتاعته، المعادله بتاعته احنا قلنا اسمه ايه؟ اسمه جاما جلوتاميل ترانسفيريز. جاما جلوتاميل ترانسفيريز يبقى في المعادله هيبقى جاما جلوتاميل 3 كاربوكسيل 4 نيترو انالايد، دي مركب واحد مع جلايسيل جلايسين في وجود الجي جي تي هيدينا جاما جلوتاميل. كله على بعضه بقى، جاما جلوتاميل جلايسيل جلايسين بلس 5 امينو نيترو بنزويت. نيترو انالايد دي بقت نيترو بنزويت 2، يبقى 5 امينو 2 نيترو بنزويت في وجود الجي جي تي، واللي بيطلع ده بيبقى لونه اصفر عشان الخمسة امينو 2 نيترو بنزويت ده لونه اصفر. ده بيبين لنا ان الجي جي تي عالية او نشطة.
النورمال بتاعها بيبقى من 7 لـ 32 في الفيميل، ومن 11 لـ 50 في الفيميل. في الميل، الميل بيبقى أكتر من الفيميل. الميل من 11 لـ 50 والفيميل من 7 لـ 32. ال LDH بقى، ال LDH ده اختصار ايه؟ اختصار لاكتيت دهيدروجينيز. لاكتيت دهيدروجينيز ده بيحول اللاكتيت للبيروفيت. ال LDH ده اختصار لاكتيت دهيدروجينيز، بيحول اللاكتيت لبيروفيت وبيدينا انرجي من الجلوكوز، بيدينا انرجي from glucose for cell in the body، بيدي البادي خلايا الجسم انرجي بياخدها من الجلوكوز. والرياكشن بتاع ال LDH ده بيبقى عكسي، بيبقى ريفرسبل رايح جاي. ده بيسمح للخلية ان هي تخلق الجلوكوز من اللاكتيت، ماشي؟ يبقى هو بياخد من الجلوكوز طاقة، وبياخد الجلوكوز من اللاكتيت، او بيحول اللاكتيت للجلوكوز. عملية تحويل الجلوكوز دي اسمها جلوكونيوجينيسيس. بيبقى موجود فين بقى ال LDH ده؟ بيبقى موجود في الليفر والهارت والسكيليتال ماسل، وبيتكون من 4 بولي بيبتايد سابيون. ال LDH بيتكون من 4 بولي بيبتايد سابيونت. كل سابيونت بتتكون من نوعين اللي هما ال M وال H. كل سابيون او كل سابيونت بتتكون من 2 تايب. يبقى ال LDH في 4 بولي بيبتايد سابيون، كل سابيونت في 2 تايب، ال M وال H. وده بيطلعوا لنا نتيجة الخمسة different ايزوزايم او ايزو انزايم. ايزوزايم هي ايزو انزايم. ايه هما بقى الايزو انزايم بتوع ال LDH؟ خمسة 5 different ايزوزايم. ايه هما؟ هما LDH1، LDH2 و3 و4 و5. ال LDH1 ده متكون من 4H subunit H4. ال LDH2 ده متكون من 3H 1M، 3H و1M، يبقى اسمه MH3. ده بيبقى بنلاقيه في الكاردياك ماسل، في عضلات القلب. وال H4 ده برضو في الكاردياك ماسل. تالت سبيونت اسمه LDH3، ده متكون من 2H و2M، يبقى اسمه M2H2. ده بنلاقيه في كل التشو. الرابع ايزو انزايم لل LDH اسمه LDH4، ده متكون من 1H و3M، يعني اسمه M3H، موجود برضو في all tissue. خامس واحد LDH5 ده 4M، M4، وموجود في الليفر تيشو. يبقى هم خمس أنواع أيزو إنزيم لل LDH: LDH1، LDH2، 3، 4، 5. 1 هنحط قدامها على طول 4H، 2 هنحط قدها، هننزل بقى 1 هننزل لتحت، ماشي؟ يبقى 4 3 2 1، وهنا ما فيش اتش، ماشي؟ يبقى 4H مش هيبقى في ام، 3H يبقى في واحدة ام، 3H يبقى في واحدة ام، 2H واتنين ام، 1H يبقى 3M. هنمشي بالام عكس، 3 2 1، وهنا ما فيش ولا اتش، 0 بقى، 0H، يعني ما فيش اتش، وفي 4M. فاهمينها؟ احنا قلنا كل سب يونت بيكون من 2، من 2 تايب، ام و اتش، ماشي. يبقى ال LDH ما فيهوش غير ال H بس، في 4H، وهم 4، كل يعني هو 4 بولي بيبتايد، يعني 4 بس،
يبقى 4H، يبقى ما فيش M. طيب ال L دي H2، ده 3H، يبقى ناقص واحدة عشان يبقى 4 ببتايد، يبقى هنحط له 1M. ال L دي H3 2H، يبقى ناقص 2 عشان يبقى 4 بولي ببتايد، 2H 2M. طيب ال L دي H4 ده في 1H، يبقى ناقصه 3 عشان يبقى بولي ببتايد، يبقى 3M. ال L دي H5 ده ما فيهوش ولا H، يبقى 4M او M4، ده موجود في الليفر تيشو. ال M3H في اول تيشو، M2H2 في اول تيشو، MH3 في الكارديال ماسل، في الكاردياك ماسل، وال H4 في الكاردياك ماسل برضو. سهلة سهلة ان شاء الله. يبقى ال LDH ليه 5 ايزو انزيم، ال LDH 5 انزيم. هنبدأ من اول 4H، مش هو كل واحد ليه 2 سابيون، ليه 4 بولي ببتايد، ادي 4 بولي ببتايد، خلاص مش عايزين ام. تاني واحد قلنا هنمشي بالعكس، ال دي اتش 1 يبقى 4H، وبعدين هنكتبهم كده ال دي اتش 1 و2 و3 و4 و5، ال دي اتش 1 4H، ال دي اتش 2 3H، يبقى ناقصها ايه؟ ناقصها عشان تبقى 4M، واحدة M. ال دي اتش 3 هيبقى 2H، احنا هننزل 4 3 2 1، وهنا 0 مفيش H. طيب 2H ناقصها 2M، وعشان تبقى 4 سب يونت. ال H ناقصها كام؟ 3M بس، هنا ايه؟ مفيش H، يبقى 4M. اول اتنين ال LDH اللي هو ال 4H، وال LDH2 اللي هو 3HM، ده بتاع ايه؟ بتاع الكارديك ماسل. واللي بعديهم تاني اتنين بتوع الاول تيشو، الليفر تيشو اللي هو LDH5 اللي هو 4M. لو عندنا حالة ازمة قلبية هنلاقي اللي هي اسمها مايوكارديال انفاركشن، دي هنلاقي ال LD1 هو اللي عالي، بيزيد فيها ال LD1، وال LD2 برضو بيبقى عالي، بس ال LD1 هو اللي بيبقى more specific than LD2. لو عندنا liver disease هنلاقي ان ال LD5 عالي، لو والتوتال ال دي عالي. لو عندنا ورم خبيث مالجنانسي هنلاقي ان ال دي 3 وال دي 4 وال دي 5 عاليين. لو ماسلر، لو عندنا حاجة في المشاكل في العضلات، هيبقى ال دي 5 هو اللي عالي. طيب لما نلاقي ال دي اتش عالي في الدم، يبقى في احتمالين، يا اما احتمال مرضي يا اما احتمال تاني فيسيولوجيكال، زي الاكسرسايز. يعني لسه انت عامل مجهود، ولا لسه جاي من الجيم، ولا لسه كنت بتجري او عامل مجهود جامد، لو عملت تحليل ال دي اتش هتلاقيه عالي. يا اما يكون مرضي، هيكون في 4 احتمالات، يا اما كانسر، يا اما هارت ديزيز، يا اما ماسل ديزيز، يا اما ليفر ديزيز، يا اما مرض في الكبد او في العضلات او في الهارت، او يبقى سرطان. طيب ال دي اتش ده مش متخصص، او ال دي اصلا ده مش متخصص قوي، ما بنحتاجهوش كتير، او ما بيدلناش على حاجات كتير غير لو معاه ال اس تي وال ال تي او السي كي. لازم دول يتعاملوا مع ال دي اتش عشان يبينوا لنا ده اذا كان ده هيباتيك ولا سكيليتال ماسل ولا هارت ولا ايه. المعادله بتاعته بقى بيحول لي البيروفيت للاكتيت، ال دي اتش بيتحول لي البيروفيت للاكتيت في وجود الناد اتش و اتش بلس، هيطلع لنا لاكتيت وناد بلس، بيروفيت ناد اتش زائد اتش بلس في وجود ال LDH هيدينا لاكتيت ونت بلس. طيب اللاكتيت ده او ال LDH ده بيبقى النورمال بتاعه اب تو، في الميل اب تو 746، والفي ميل اب تو 580. هنيجي بقى للانزيم السي كي. السي كي ده اختصار ايه؟ اختصار كرياتين كاينيز. الكرياتين ده، الكرياتين كاينيز ده وظيفته ايه او بيعمل ايه؟ ده بيدينا انرجي،
بيعمل ايه؟ بيبقى موجود في العضلات، بيبقى الكرياتين موجود في العضلات، العضلات العادية اللي ما فيهاش مجهود resting muscle، بيحول لنا الكرياتين بلس الاي تي بي، بيحول هنا الكرياتين فوسفيت بلس الاي دي بي او فوسفو كرياتين، اللي هو الكرياتين بي ده اسمه فوسفو كرياتين بس، وبيطلع لنا اي دي بي عشان يدينا طاقة، يدي للعضلات طاقة. السي كي ده اللي هو كرياتين كاينيزلي، اسم تاني اللي هو اسمه سي بي كي، يعني ممكن يجي يقول لك السي بي كي عالي فده بتاع ايه، فالسي كي اللي هو كرياتين كاينيز هو السي بي كي اللي هو كرياتين فوسفو كاينيز. ده بيبقى موجود السي كي او السي بي كي بيبقى موجود في السكيليتال ماسل وفي الكاردياك ماسل اللي هو الهارت وفي البرين، موجود في الثلاث اماكن دول، موجود قليل يعني، دي ده المين سورس بتاعه. موجود بقى قليل جدا في الاستومك، المعدة والقولون، القولون والكدني، الكلى والانتستين، الامعاء، مش موجود يعتبر نادر ما تلاقيه في الليفر والبلاسينتا. الايزو انزيم بقى بتاعت سي كي، في 4 ايزو انزيم، في 3 منهم في السيتوبلازم او السيتوسول، السيتوسول ده اللي هو السيتوبلازم بتاع الخليه، سيتوبلازم اوف سيل، وفي في الميتوكوندريا. اول 3 الموجودين في السيتوبلازم سي كي 1 و2 و3. السي كي 1 اللي هو سي كي بي بي ده بتاع البرين، بنلاقيه موجود في البرين وموجود في سي ان اس اللي هو سنترال نيرفس سيستم، جهاز عصبي مركزي، وبنلاقيه موجود بكميه قليله في البروستات والثيرويد والجت اللي هي القناه الهضميه واللنج وبس، وممكن نلاقيه موجود في السائل النخاعي. السي كي ام بي ده بيبقى 2% منه في السكيليتال ماسل، ومن 20 لـ30% في الكاردياك ماسل. يبقى السي كي ام بي ده بي مؤشر اكتر للكاردياك ماسل اللي هو الهارت. يبقى السي كي 2، السي كي 2 اللي هو السي كي ام بي ده بتاع الكاردياك ماسل، لما نلاقيه موجود عالي يبقى في مشاكل في القلب، لكن لو لقينا السي كي بس يبقى مشاكل عضلات. في سي كي بقى ام ام، الاول السي كي ام بي ده موجود بنسبة 6% من التوتال سي كي، فلو طلب مننا تحليل السي كي ام بي يبقى هو شاكك ان في حاجة في القلب، يبقى لو السي كي ام بي عالي يبقى في حاجة في الهارت. السي كي ام ام ده بتاع السكيليتال ماسل، موجود بنسبة 98% في السكيليتال ماسل، ومن 70 لـ80% في الكاردياك ماسل، فهو سبيسيفيك اكتر للسكيليتال ماسل. السي كي ام تي اللي هو الايزو انزيم الموجود في الميتوكوندريا ده بيبقى موجود او بيبقى عالي لما نلاقيه موجود في السيرم، ده يبقى فيه تيشو دامج في الميتوكوندريا، ده هنلاقيه ريرلي يعني نادرا، اما نلاقيه في السيرم، لو لقيناه في السيرم يبقى فيه تيشو دامج للميتوكوندريا اللي هي تهتك، اللي هي تهتك في أنسجة الميتوكوندريا، لأن مش مفروض ان هو يظهر في الدم، لو لقينا ظهر يبقى تشو دامج ويز ريليز اوف ميتوكوندريا كونتنت. طيب السي كي ام ام ده من ده بيمثل 94% من التوتال سي كي، السي كي ام بي ده بيمثل 6%. السي كي ام ام ده بتاع الماسل، يعني لو الام ام زياده يبقى في مشاكل في الماسل، لو السي كي ام بي زياده يبقى في مشاكل في القلب، في عضله القلب. السي كي بي بي ده نادر لما تلاقيه في السيرم. يبقى السي كي 2 اللي هو السي كي ام بي لو موجود في السيرم بنسبه عاليه يبقى ده مايوكارديال
انفراكشن يعني هيبقى فيه ذبحة صدرية، ودي بتبقى موجودة في الدم، يعني هيبقى نسبته عالية في الدم من 3 لـ6 ساعات. لكن لو اتأخر عن كده وهو أما يعمل التحليل أو اتسحب منه دم بعد 24 ساعة، من 12 لـ48 ساعة، هنلاقي النسبة بتاعته رجعت نورمال تاني، هي بترتفع في أول 3 لـ6 ساعات، بيبقى النسبة عالية جدا في حالات الذبحة الصدرية. السي كي ام بي ده سبيسيفيك اكتر للام اي، اللي هي الذبحة الصدرية، اللي هي مايوكارديال انفراكشن، اكتر من السي كي توتال، اكتر من السي كي توتال. الهاي بقى لو لقينا نسبة السي كي هي اللي عالية، يبقى ده كل انواع الماسولار ديستروفي، اي بقى كل مشاكل المصل. قلنا المعادلة بتاعته الكرياتين فوسفيت مع الاي دي بي هيطلع لنا كريات واي تي بي في وجود اس سي كي. الاي تي بي ده هيجي يتحد مع الجلوكوز في وجود الاتش كي، هيطلع لنا اي دي بي وجلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت ده هناخده ويتحد مع الناد بي بلس في وجود الجلوكوز 6 فوسفات دي اتش، هيدينا 6 فوسفوجلوكانيت بلس ناد بي اتش بلس اتش بلس. النورمال بتاع السي كي بيبقى في الميل من 36 لـ174، وفي الفيميل من 26 لـ140. السي كي ام بي المعادلة بتاعته هي هي بالظبط، كرياتين فوسفيت مع الاي دي بي في وجود السي كي هيدينا كرياتين واي تي بي، اي تي بي مع الجلوكوز في وجود الاتش كي هيدينا اي دي بي وجلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت مع الناد بي بلس هيدينا 6 فوسفوجلوكونات مع الناد بي اتش بلس اتش بلس. ده النورمال بتاعه بيبقى اب تو 25. يبقى المعادلة دي بتاعت السي كي بتحصل جوه المسل، ودي مهمة عشان بتخلق الفوسفو كرياتين، والفوسفو كرياتين ده هو السورس اوف هاي انرجي، المصدر بتاع الطاقة بتاعتنا لما نيجي نعمل اي حركة. الالفا اميليز الانزيم، اخر انزيم معانا هو الالفا أمايليز. الألفا أمايليز ده بيعمل ايه جوه الجسم؟ ده الألفا أمايليز هو عبارة عن هيدروليز. طيب ده بيعمل ايه؟ بيحول الكربوهيدرات اللي هي بوليساكرايد زي الستارش جوه جسمنا، بيحولها لجلايكوجين، بيحولها لشجر. يعني هو بيحول بياخد الكربوهيدرات دي من جسمنا زي الستارش والجلايكوجين اللي هي اسمها بوليساكرايد، كربوهيدرات اسمها بوليساكرايد زي الستارش وزي الجلايكوجين، بيحولها لشوجر از مالتوز اور جلوكوز، بيحولها لشوجر اللي هو مالتوز او جلوكوز. في 3 كلاسيفيكيشن للاميليز، في الفا اميليز وبيتا اميليز وجاما اميليز، دول مع بعض اسمهم كالسيوم ميتالو انزيم. الالفا اميليز والبيتا اميليز والجاما اميليز اسمهم كالسيوم ميتالو انزيم، ودول بيحصل لهم اكتيفيشن بواسطة الكلورايد والبروميد في درجة حرارة الاوبتيمم تمبريتشر 37 والاوبتيمم بي اتش 5.6 لـ6.4. في تو تايب للالفا اميليز، يبقى احنا الاميليز ده ليه 3 تايب، الفا وبيتا وجاما. في بقى الالفا اميليز ليه 2 تايب، البي تايب اللي هو بيبقى في البنكرياس، والاس تايب اللي هو بيبقى في السلايفا. ده بيفرز بواسطة السلايفا in the mouth، السلايفا في الفم. البي تايب بيفرز بواسطة secreted by بنكرياز، وبيمشي في القناة البنكرياز لغاية الأمعاء، لغاية الانتستين.
الحالات بقى بتاعت الأمايليز، بنقيس الأمايليز في السيرم وفي اليورين، بنقيسه في الدم وفي اليورين، بيبقى في هيدينا مؤشرات لإيه؟ للبنكرياتيتس اللي هو التهاب البنكرياز، بيبقى في منه أكيوت حاد وفي منه كرونيك مزمن. الحاد ده بيبقى لسه دلوقتي يعني، لكن الكرونيك ده بيبقى بقاله سنين كتير، ده بيبقى لسه من فترة قريبة أيام، لكن الكرونيك ده بيبقى بقاله سنين كتير. وده الأكيد ده بيبقى زيادة في أول 2 لـ12 ساعة، من ساعتين لـ12 ساعة، لو قسناه هنلاقيه عالي جدا، وبيوصل لأعلى حاجة في خلال من 12 لـ72 ساعة، وبعد كده بيرجع تاني نورمال في اليوم الثالث أو الرابع. الكرونيك وده بيبقى في السيرم عالي في السيرم، الأمايليز يبقى عالي في السيرم ويبقى عالي في اليورين. الكرونيك ده بيبقى بقاله كتير جدا، بقاله سنين عنده التهاب في البنكرياس، وده بيبقى الأمايليز في السيرم قليل وفي اليورين قليل، عشان بيبقى فيه دامج في الأمايليز اللي بيتفرز من خلال البنكرياز. في بقى كانسر اوف بنكرياز، بيبقى السيرم الأمايليز، سيرم أمايليز عالي جدا في الدم. السلايفري جلاند، الغدة اللعابية، لو فيها التهاب اللي عندنا هنلاقي الأمايليز عالي جدا في الدم. لو في التهاب في الغدة اللعابية أو في المامبس، التهاب في الغدة النخامية أو ستروما اللي هو بيبقى في الصوت من ثيرويد. في حالة تانية اسمها الماكرو أمايليزيميا، بيبقى عندنا السيرم أمايليز عالي، لكن السيرم قصدي اليورين، الأمايليز في اليورين بيبقى واطي، وبيبقى عندنا الاي جي جي عالية والاي جي ام عالية. ليه بقى اليورين الأمايليز في اليورين بيبقى قليل؟ عشان ده بيبقى الكومنت بتاعه، هنلاقي ان الحجم بتاعه السايز بيكم لارجر زين نورمال، ومش هيقدر ان هو يمشي او يمر في مش هتقدر ان هي تمر خلال الكلى، فعشان كده هيبقى قليل جدا في اليورين، لان الالف اميليز بقت عالية جدا والمولوكيولار ويت بتاعها بقى عالي جدا، فما بيقدرش يمشي من خلال اليورين، فبيبقى نسبته قليلة في اليورين. فدي الحالة دي اسمها ماكرو اميليزيميا بتاعت الاميليز، الالف اميليز سي ان بي جي اي ال جي 2 هو 2 كلورو نيتروفينايل 1 جالاكتو بايرانوزول بايرانوزايل مالتوسايد. في وجود الاي ام اس هيدينا جلوكوز بوليمرز بلس بي نيتروفينايل اوليجو ساكرايد، وهتطلع علينا تاني السي ان بي، هتطلع علي السي ان بي اللي هي ايه مع المركب ده كله. بس النورمال بتاعها بقى بتاع الألف أمايليز أب تو 100، أب تو 100 سهل، الألف أمايليز أب تو 100. الكيسز بقى الـ ALT لو عالي والـ AST عالي، لو الـ LDH بقى نورمال يبقى ليفر ديزيز. ليفر ديزيز لو الـ ALT عندنا عالي، قلنا الـ ALT هو ايه؟ هو جي بي تي، والـ AST عالي والـ ALB عالي والـ GGT عالي، ده هيبقى هيباتو بلاري ديزيز. لو الـ AST والـ LDH والـ CKMB، CKMB قلنا ده بتاع ايه؟
بتاع الهارت، والال دي اتش عالي، والاي اس تي ده برضو بيظهر في الاول في الهارت، يبقى ده مايوكارديال انفراكشن اللي هي الذبحة الصدرية. لو عندنا ال ال تي نورمال والجي جي تي نورمال، ال ال بي هو اللي عالي، قلنا ال ال بي ده اما يكون عالي بي اهي يبقى بون على طول، البي ال ال بي ده اللي هو بتاع بناء العظام، لو عالي قوي عندنا هيبقى بون ديزيز. لكن لو جه في الكيس وقال لنا ان دي ست حامل بريجننت وومن، او لو قال لنا ده تشايلد طفل لسه، فعادي عادي ان هو يبقى عالي، هتبقى نورمال كيس حالة طبيعية. لكن لو ما قالناش ما حدد لناش ده ست ولا راجل ولا ايه، يبقى ده بونديس. لو عندنا ال ALT normal و GGT normal، الالبيومين عالي اهو، وقال لنا woman في سنياس. هو الشهر كامل في التالت ست حامل، فهتبقى نورمال كيس طبيعي جدا ان الالكالين فوسفاتيز يبقى عالي، ال ال بي يبقى عالي، ده طبيعي جدا في ست حامل وفي طفل. ال تي وال اس تي نورمال، بس عندنا الالفا اميز فلاج عالي وفي اليورين عالي، يبقى ده اكيوت بنكرياتيتس، يعني التهاب بنكرياس حاد. وال اس تي نورمال، لكن الالفا اميليز في البلد عالي لكن اليورين قليل، يبقى ده رينال فيلر او كدني فيلر، فشل في الكلى. لو عندنا الاي اس تي والاي ال تي نورمال، لكن ال دي عالي، ال دي اتش عالي، والسي كي توتال عالي. السي كي توتال ده ان هو 94% منه مسل و 6% منه هارت. لو عندنا يعني سيكي توتال يبقى على طول ماسل، يبقى ده ماسل ديزيز. طيب عندنا الاي اس تي والال تي والال دي اتش والال بي، دول نورمال، يبقى ده نورمال كيس. لو عندنا الاي اس تي والاي ال تي نورمال، لكن في الفا اميليز بايندينج تو بروتين الاي جي جي والاي جي ام، ده على طول هيبقى ماكرو اميليزيميا، وده بيكون برضو في الالفا اميليز في البلد عالي في اليورين قليل، يبقى ماكرو اميليزيميا. ماشي. لو الجي او تي والجي بي تي اللي هو الاي ال تي والاي اس تي عاليين والال دي اتش عاليين قوي، في وجود دول التي ان اف والاي اف بي، دول تيومر ماركر، يبقى طالما الجي بي تي والجي او تي عالي يبقى ده ليفر، طالما حطت لنا تيومر ماركر يبقى كانسر، يبقى ليفر كانسر. هنا عندنا الجي بي تي والجي او تي طبيعيين، لكن ال ال دي اتش عندنا عالي جدا ومعاه تيومر ماركر، يبقى هنكتب تيومر، هو مش ما عندناش حاجة تانية نعرف بيها ده تيومر فين. طيب عندنا الجي بي تي والجي او تي نورمال، ال ال دي اتش عالي جدا، لكن السي كي توتال موجود عالي برضو، يبقى ده ماسل كانسر. السي كي توتال بتاع الماسل، سي كي ام بي بتاع الهارت. طيب عندنا دول نورمال، لكن ال ال دي اتش عالي قوي والاي ال بي عالي قوي، قلنا الاي ال بي ده بي يبقى بون، بي بون، يبقى ده بون كانسر. بس